بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نتقدم لفضائية الشروق بالشكر على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن أشياء تدور في فلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما نبدأ به هو الكلام عن مشروعية الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية المثلى في الاحتفال بهذه الذكرى الطيبة. هناك جدل حول مشروعية الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرأي الصائب أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب شرعاً، لأن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والعلماء أجمعوا على أن الاحتفال تعريفه هو تعبيرك عن فرحتك بنعمة من النعم التي أنعم الله بها عليك، على أن يكون هذا التعبير بوجه من وجوه التقرب إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: إنما أنا رحمة مهدى ونعمة مسدى. فميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك أحد أصلا في أنه نعمة كبرى من الله تعالى علينا، والنبي رحمة الله الكبرى. فلذلك نحن عندما نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعبر عن فرحتنا بنعمة الله الكبرى علينا، وهي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الفرحة نعبر عنها بوجوه مطلوبة شرعا. الموالد، الاحتفال بالمولد، دائما الناس يجتمعون ويفتتحون بقراءة القرآن الكريم ويقرؤون سيرة النبي الملخصة في كتب الموالد، ويقسمون هذه السيرة إلى ألواح، بين كل لوح ولوح يكون هناك صلاة على النبي، وهذه المسائل تخلل بتذكرة للمسلمين وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور إذا لم تكن حتى في الاحتفال بذكرى المولد هي مطلوبة شرعا. فمن خلال التعريف بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصل إلى أن الاحتفال بذكرى المولد أمر مشروع، لأننا نعبر عن فرحتنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مطلوبة شرعا. نجتمع فنفتتح بقراءة القرآن الكريم ونقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان قصص الأنبياء السابقين الله عز وجل في محكم تنزيله ذكر أن فيها عبرة لأولي الألباب، والله في كتابه العزيز قال للنبي صلى الله عليه وسلم في تذكاره بقصص الأنبياء السابقين أنها تثبيتا لفؤاده، فنحن أحوج لتثبيت الأفئدة من الرسل والأنبياء. وإذا كانت قصص الأنبياء السابقين تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن قصة حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تثبت أفئدتنا على المحجة البيضاء وعلى الإيمان والتقوى. ونخلل أيضا قراءة المولد بالصلاة على النبي، والصلاة على النبي شيء مطلوب شرعا. فلذلك إذا أخذنا تعريف الاحتفال من وجهة النظر الشرعية، فإن الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام أمر شرعي لا كلام فيه أصلا. والآية القرآنية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أكدت لنا تأكيدا جازما أن الاحتفال بذكرى مولد النبي أمر شرعي، لأن الله أمرنا أن نفرح بفضله وبرحمته، ومعلوم بالضرورة أن فضل الله الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سبب في كل خير وصل إلى الخلق. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي الله أكد لنا أنه رحمة لخلقه جميعا، لأن العالمين هم كل الخلق.
كونه هو رحمة الله الكبرى هذا أمر منتهٍ، لأن الآية نفسها أثبتت ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا رحمة مهدى ونعمة مسدى أكد لنا ذلك. فإذا كان الله تعالى أمرنا أن نفرح بأي فضل من فضله الذي تفضل به علينا وإن دق، وبأي رحمة وإن دقت، فكيف إذا اجتمع الأمر؟ فضل الله الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمته الكبرى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية قد أمرتنا بالفرح بذلك، ونحن عندما نحتفل بذكرى مولده إنما نفرح به صلى الله عليه وسلم. وهناك إذا كان هذا الأمر ثبت بالأدلة من كتاب الله، فهناك أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. وفي ذات الباب روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. وفي رواية ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع لا لشيء غير شكر الله على مولده، وهذا هو عين الاحتفال. وحتى الناس الذين يقولون نحن لا نعارض أن يكون الاحتفال بالصوم ولكن لا يكون بأي مظهر آخر، فإن العلماء أجمعوا أنه إذا ثبت أصل الشيء فلا عبرة بالتفاصيل أصلاً. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده أسبوعياً بصوم يوم الاثنين، فالتفاصيل الأخرى لطالما هي مشروعة، كالاجتماع لقراءة القرآن وقراءة سيرة حياته والصلاة عليه ومدحه، هذه الأمور كلها مطلوبة شرعا. ثم إن اجتماع المسلمين على البر والتقوى أمر مطلوب شرعا، واجتماع المسلمين في مواسم التعبد هي تربط المسلمين بروابط الصلة والمحبة، هذا أيضا أمر مطلوب شرعا. وأما بالنسبة للمواكب فقد ثبت بالدليل الشرعي أن هذه المواكب التي تعمل في الموالد فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم لها أصل في الشرع. فحديث سيدنا عامر بن فهيرة عن عامر بن فهيرة رضي الله عنه قال أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في رحلة الهجرة، فقال عندما دخل النبي المدينة استقبله الرجال بالسلاح، هذه عادة كانت عند العرب أنهم إذا استقبلوا عظيما يأخذون معهم أسلحتهم ويستقبلونه. وعندما رأى الناس موكب النبي عليه الصلاة والسلام المتكون منه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعامر بن فهيرة والدليل ابن أريقط، زغردت النسوة عندما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا يضربن على الدفوف ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ثم سار الرجال بأسلحتهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل والانشراح والفرح والسرور، وكلما مر بحي يقولون انزل علينا فنحن أهل العدة والعدد، ويأخذون بخطام ناقته فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة. حتى إذا ما وصلت إلى دار أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري بركت هناك، فخرجت. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عندما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أمام دار أبي أيوب الأنصاري خرجت الجواري من بني النجار بالدفوف وهن يضربن عليها ويقولن نحن الجواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. واجتمع الناس إلى النبي فقال لهم أتحبونني؟ قالوا نعم. قال والله يشهد أني أحبكم، والله يشهد أني أحبكم، والله يشهد أني أحبكم. لم يقل لهم إن هذا الذي تفعلونه بدعة. وبعد ذلك صعدت ذوات الخدور على الأجاجير وهن يضربن على الدفوف ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والصبية أخذوا جريد النخل وطافوا به المدينة وهم يقولون مرحبا بك يا رسول الله، مرحبا بك يا حبيب الله. هذه المواكب وهذه الكرنفالات كلها تمت فرحا بمولد النبي بعد ظهر يوم الجمعة 12 من ربيع الأول. إذن الاحتفال فرحا بالنبي
في الثاني عشر من ربيع الأول فعله الصحابة بهذه المهرجانات والمواكب، فمهرجانات المولد ومواكب المولد ومدح النبي بالدفوف سنة سنها لنا الصحابة، والنبي أقرها بل وأثنى عليها وشكرها. وهناك رأي بعض الناس يقولون مثلا يعني لا يجوزون أن تمدح المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرأ القرآن، ويقولون أمرا خطيرا، بعضهم يعني يقول صوتها عورة، هذا الكلام ليس له نص في الشرع وفيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده الرجال صفوف الرجال وبعدها صفوف الصبية ثم صفوف النساء، حتى أن النساء لم يحجبن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفواصل التي تفعل ليست من الشريعة في شيء، والناس الذين يتهمون الإسلام بمسألة العنف ضد المرأة هذا الكلام غير صحيح. المرأة كانت تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليسها بين النبي صلى الله عليه وسلم فاصل، إنما صفوف الأطفال ثم صفوف النساء. والنسوة كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أصواتهن ويجيب عليهن. لو كان صوت المرأة عورة لما سمعه النبي أصلا، وحتى منبر النبي كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عن أنس بن مالك أن المرأة التي اقترحت على النبي بناء المنبر امرأة اسمها عائشة، وهي التي بنت المنبر. فالنسوة كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجيب عليهن، وخصص لهن يوما للموعظة، وكن يأتينه في داره كما في صحيح مسلم النسوة جئنا إلى رسول الله وجلسنا إليه وذاكرهن في أمر الدين ثم أمرهن بالصدقة، فجاءت امرأتان ووقفتا بالباب وقالتا لبلال اذهب إلى رسول الله ولا تخبره من نحن، وقل له إن امرأتين بالباب يسألان عن كذا وكذا. فدخل بلال على رسول الله وقال يا رسول الله إن امرأتين بالباب يسألن عن كذا وكذا، قال من هما؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. قال له وأي الزيانب به؟ هذا دليل على أنه يعرف الكثر من الزيانب. قال له زينب امرأة ابن مسعود. فالنبي أعطاه الإجابة أن هذا الأمر صدقة وصلة رحم. فلذلك وإذا كان صوت المرأة عورة لا يمكن أن تخطب أمنا السيدة عائشة. الناس عندما خرجت لموقعة الجمل خطبت 10,000 في مكة و30,000 بعد انتهاء موقعة الجمل، وهي قادت جيش، ويمكن حتى في عصرنا هذا لم يتح لامرأة أن تكون قائد جيش. فلذلك هذه يعني مسألة جاءت عرضا، ولكن نخلص إلى أن الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالمواكب والمدح بكل المشاركات أمر فعله الصحابة وأقره النبي. والعلماء أجمعوا على أن أي نعمة مهما دقت مطلوب شرعا منك أن تفرح بها، لأن الفرح بالنعمة فرح بالمنعم. واستدلوا على ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عندما دخل النبي المدينة في الهجرة وجد يهود يصومون عاشوراء فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم عظيم فيه نجى الله موسى وأهلك فرعون، قال نحن أولى بموسى منكم. والنبي أخبر أنه لئن أبقاه الله إلى العام القادم ليصومن عاشوراء واليوم الذي قبله. أخذ من هذا الحديث أن الفرح بأي نعمة من نعم الله تعالى أمر مطلوب شرعا. وكذلك استدلوا بحديث أسعد بن زرارة عندما فشل الإسلام في المدينة. أسعد بن زرارة جمع الصحابة الذين أسلموا آنذاك وقال لهم لنلتمس لنا يوما نجتمع فيه نصنع الطعام ونشكر الله على نعمة الإسلام التي أنعم بها علينا، فاقترحوا يوم العروبة وهو يوم الجمعة، فكانوا يجتمعون في دار أسعد بن زرارة يصنعون الطعام ويعبرون عن فرحتهم بالإسلام بشتى وجوه التعبير. هذه المسائل كلها تدل على أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب شرعا، وهو ينبه الناس يعني إلى ذكريات الدعوة وما تعرض له النبي في سبيل نشر الدعوة، ويعرف الناس بسيرة النبي الطيبة وشمائله العطرة، ويغرس محبة النبي في قلوب الناس، ويتيح مجال يعني تعريف غير المسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام دين الوسطية، التطرف شيء منبوذ. فلذلك الناس الذين يتشددون ويقولون للنبي للناس لا تحتفلون هذه بدعة والنبي ما فعلها، يعلموا أنه إذا ثبت أصل الشيء فلا عبرة بالتفاصيل. ثم إن الإسلام دين مواكب،
يصاحب المستجدات العصرية كلها بل يستوعبها كلها داخل إطار التشريع الإسلامي. فليس من المعقول أصلاً أن نؤطر الناس في إطار ما كان في العصور الوسطى، علماً بأن ديننا يأمرنا بأن نكون مواكبين ونكون منفتحين ويعني ونستوعب معنا المستجدات العصرية، لكن داخل إطار التشريع الإسلامي دون أن نتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنا التشريع الإسلامي. والطريقة المثلى للاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن لا نحتفل في الساحة، عندنا مكان في الحارة 28 في حي المربعات من درمان نقيم فيه الاحتفال. الناس يأتوننا، أول وفد الآن جاءنا من دولة الكاميرون، والناس يأتوننا من الكاميرون، من تشاد، من أفريقيا الوسطى، من شتى بقاع السودان، خاصة المناطق الطرفية كالجنينة ومدخن وفوربرنجا وغيره. الناس يجتمعون من شتى مدن السودان، والاثني عشر يوم كلها بتكون ملأة بالبرامج. عندنا منتديات فكرية ثقافية تفيد الناس، وعندنا ورش أيضا تقيمها بعض المنظمات والمنظمات العمل الطوعي والإنساني والمفكرين والمثقفين. عندنا إصدارات دورية كل مولد، عندنا ناس علماء ما شاء الله، وعندنا شعراء، يعني ننزل إصدارات دورية، ثم بعد ذلك تكون هناك يعني محاضرات وندوات تفيد المسلمين وتواكب المستجدات العصرية. وعندنا حلقات تلاوة قرآن وحلقات الذكر والمديح، أما الليلة الختامية وعندنا كتاب مولد نقرأه يشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ألفها إلى يائها. نفتتح بالأمر بقراءة القرآن الكريم، ثم نقرأ سيرة النبي مقسمة إلى ألواح مخللة بالصلاة على النبي وفيها مدح النبي، ونقوم بتكريم بعض الناس، يعني العلماء، حفظة القرآن الكريم، شرطي يعني مثالي، جندي مثالي، تاجر مثالي، إنسان بار لوالديه، امرأة ربة منزل ممتازة. نحن نكرم هؤلاء لكي نحث الناس ونستنهض همم الناس للأشياء الجميلة والطيبة. فنخلص إلى أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب شرعا، وقد ثبت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، لأنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو رحمة الله العظمى ونعمته الكبرى، والله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن نفرح برحمة الله وبفضله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ولكن نحن نطلب من الناس أن يكون الاحتفال بمظهر شرعي ويكون مواكب ويفيد الناس الفائدة المثلى. ونشكر الإخوة المشاهدين الكرام على حسن متابعتهم.